نشغل على الاي سي يو. الاي سي يو شويه بده تركيز، لانه جوا الاي سي يو، جوا هاي اليونت الاي سي يو انتنسف كير يونت، في لها اورجانيزم خاصه فيها موجوده معششه في جوا هاي اليونت ما بتطلع، زي الميرسا والسودوموناس. اصلا تسمعوش في مستشفيات سكرت من ورا هذا السودوموناس او الميرسا، مش عم بي قد ما يعملوا تعقيم للاي سي يو او الانتنسف كير يونت، ما عم تطلع هاي الريزيستنت بكتيريا. ففي ناس معينين او في ناس ريسكي نعطيهم دواء يغطي السودوموناس ودواء يغطي الميرسا. خلينا يعني نقرا بالضبط بالاي سي يو ان بيشنت. اي سي يو شو بنعطيهم؟ ذا فولوينج ريجيمن از مينيمال، يعني اي حدا بيدخل اي سي يو بده ياخذ اقل شيء التالي، اقل شيء من غير زيادات بده ياخذ التالي: بيتا لاكتام بلس ازيثروميسين اور بيتا لاكتام بلس فلوروكوينيلون، اللي هي ريسبيراتوري فلوروكوينيلون. مره ثانيه، اي حدا بدخل اي سي يو اخف شيء ممكن نعطيه هو بيتا لاكتام زائد ازيثروميسين. ولما نحكي بيتا لاكتام زائد ازيثروميسين صفى هذا الخيار، عشان هيك احنا لما نشوف اي سي يو السهم برضه نازل على هذا البوكس، لانه واحد من الخيارات هي بيتا لاكتام بلس ازيثروميسين، هاي خيار. خيار ثاني هو بيتا لاكتام بلس فلوروكوينيلون، يعني احنا كنا نحكي بالاوت بيشنت وبالنون اي سي يو فلوروكوينيلون لحالها اذا في عندي بيتا لاكتام اليرجي. في حاله الاي سي يو لا، تختلف الوضع، يا باخذ بيتا لاكتام بلس ازيثروميسين او بيتا لاكتام بلس فلوروكوينيلون. فلوروكوينيلون لحاله بالاي سي يو ما بيشتغل، ممنوع، وهي البوكس عم بيشرح بطريقه ثانيه. ريسبيرتوري فلوروكوينيلون alternative to azithromycin in combination with beta lactam، يعني يا beta lactam زائد azithro او beta lactam زائد fluoroquinolone، هذا الـ drug of choice لمين؟ للـ ICU. يعني عندي خيارين باللي preferred: beta lactam زائد azithro او beta lactam زائد respiratory fluoroquinolone. ولما بختار من beta lactam بختار من هدول الـ IV طبعا، ما هو hospitalized فبدي اختار الـ IV beta lactam. طيب واذا عندي بيتا لاكتام اليرجي صف الخيارين مش مطروحين، لا بيتا لاكتام زائد ازيثرو ولا بيتا لاكتام زائد فلورو، شو بعمل؟ اذا عندي بنسلين اليرجي او بيتا لاكتام اليرجي بثبت الريسبيراتوري فلوروكوينيلون وبضيف عليها دواء اسمه ازيتريونام، هذا دواء بغطي جرام نيجاتيف بكتيريا بوزيتيف سوري جرام بوزيتيف بكتيريا، يعني ليميتد سبيكترم بس جرام بوزيتيف بغطي. اوكي، ففلوروكوينيلون زائد ازيتريونام اذا عندي بيتا لاكتام اليرجي. واضح يا جماعه هذا المينيمال. ايش المينيمال؟ يعني لو ما عندوش ولا اي ريسك لسودوموناس ولا لميرسا، اي حدا بيدخل اي سي يو على الاقل بده ياخذ الريجيمين التالي: بيتا لاكتام زائد ازيترو اور بيتا لاكتام زائد فلوروكوينيلون. اذا عندي بيتا لاكتام اليرجي بحول فلوروكوينيلون زائد ازيتريونام اذا عندي بيتا لاكتام او بنسلين اليرجي. اوكي يا جماعه، عم بتقول لك ان الجايد لاين انه جوا الاي سي يو زي ما عندي ستريبتوكوكس نيموني جاي المريض بالكاب، بدي افكر برضه انه ممكن يكون عنده باي ذا واي. لما واحد بيدخل اي سي يو اصلا شو رايكم بالكيس اللي دخل اي سي يو؟ لما نقول الكير 3 او 4 او 5 والبي اس اي 4 او 5، هو اصلا داخل بسيفير كيس. اي واحد عنده كاب ليش اضطرينا ندخله احنا اي سي يو؟ لانه اصلا هو سيفير، السيمتومز عنده سيفير، وضعه سيفير، واحنا قلنا دائما السيفير كيسز المورتاليتي ريت فيه عالي. فانا كونه في هو سيفير واي سي يو، بتوقع انا يعني الماكرو اورجانيزم مخلطه، ستريبتوكوكس نيموني اكيد، والاتش انفلونزا هاي جرام نيجاتيف، ليجيونيلا برضه هاي جرام نيجاتيف، برضه ان اديشن بلاقي جرام نيجاتيف باسيلاي ستاف اوريوس، لاحظين؟ فبلاقي انا بدي ادويه تغطي لي جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف بكتيريا، اي وحده. يعني لما بقول لك كونه عشان نقلل من الريسك اوف تريتمنت فيلير لازم اعطي مضادات حيويه تغطي لي جرام بوزيتيف ونيجاتيف، لانه انا مش بحكي بس عن ستريبتوكوكس نيموني، بطلت احكي بس عن هاي، عم بدخل على الخط اشياء ثانيه.
ليجيونيلا، اتش انفلونزا، جرام نيجاتيف باسيلاي، ستاف اوريس، ومنها بدنا ندخل بميثيلين ريزيستنس ستاف اوريس اللي هي الميرسا. فالوضع شوي بالاي سي يو خطير. طيب خلينا نركز هلا كثير منيح. اذا انا اذا جبت في الكيس انه طلع كيرب رقم 4، وبالتالي قلتي لي انه ما دام كيرب 4 هذا بده يدخل اي سي يو، باجي بقول لك النكست ستيب ايش دراج اوف تشويس، تيجي بتحكي لي بيتا لاكتام زائد ازيثرو اور بيتا لاكتام زائد فلوروكوينولون. سؤال رقم 4، ايش انا بسالك؟ افرض في سودوموناس از سسبكتد. قلت لك بسؤال رقم 4 افرضي انا قلت لك انه السودوموناس، يعني اذا انا ما جبت سيره السودوموناس بالسؤال بالاي سي يو انه فيها سودوموناس، ما بختار السودوموناس. هذا السلايد مره ثانيه، اذا بس قلت لك انه اي سي يو بيشنت او اقول لك بناء على الكير بده يدخل اي سي يو شو التريتمنت، نروح هذا السلايد، هذا البيسك تريتمنت. اذا جبت بالسؤال انه يا جماعه الخير السودوموناس از سسبكتد واحتماليتها عاليه، بدخل بهذا السلايد. اذا مره ثانيه بالاي سي يو كيف بعالج بالامتحان اذا اجتني الاسئله؟ اذا جبت انا انه مريضي اي سي يو، او انا قلت لك الكيرف رقمه، او انتم بناء على حسبتكم الكيرف طلع رقم مثلا 4، بسالك السؤال وراء اذا هذا كيف بده يتعالج؟ بتقولي لي هوسبيتالايز اي سي يو. سؤال رقم 3، ما دام هوسبيتالايز اي سي يو شو الدراج اوف تشويس؟ بنروح على هذا السلايد. هاي بدي اقول لكم هون اذا جاست اي سي يو، هاي ما بكتب لكم اياها، جاست ICU. Okay, the just ICU. وما حكيت لك انه في ميرسا، ما حكيت لك في سودوموناس، بس ICU، بنروح هذا السلايد. بيتا لاكتام زائد ازيثرو، بيتا لاكتام زائد فلوروكوينيلون. جبت لك سيرة اليرجي، بنحكي فلوروكوينيلون زائد ازيثريونام، نقطة. هلا إذا بدي أتسلسل بالكيس، فأجي بحكي لك، افرض إنه المريض عنده سودوموناس، او في ريسك للسودوموناس جوا الاي سي يو، او عملنا كلتشر وكان في سودوموناس، ساعتها بروح على هذا السلايد. شفتوا سيره سودوموناس بالسؤال، بروح على هذا السلايد. شفتوا سيره الميرسا في السؤال، بروح على هذا السلايد. اذا الاساس بالثيرابي هذا السلايد، جبت سيره السودوموناس بروح على هذا السلايد، جبت سيره الميرسا بروح على هذا السلايد. طيب شو في عندنا علاج للسودوموناس؟ بقول لك السودوموناس هاي كثير بتغلب، اسالوا حتى اللي بيعرفوا او بيشتغلوا بالمستشفيات، هاي يعني بتغلب ليصير لها ايراديكيشن كثير سيئه. لما بنشوفوا سودوموناس بنقول لهم الاطباء، فبتقول لك الجايد لاين السودوموناس لازم اعطيها دبل كفر، يعني لازم اعطيها مضادين حيويين يغطوا السودوموناس. تخيلوا لاي درجه، تخيلوا لاي درجه بخافوا منها، انها يعني في ممكن ان اذا تعطيها مضاد حيوي وبيغطي السودوموناس ما تختفي، ما تروح. بدنا نعطيها دويين، والدويين يقضوا على السودوموناس، بدها كومبينيشن ثيرابي، والدويين يكون لهم افكت انتي سودومونال افكت. طيب شو عندي خيارات؟ شوفوا عندي خيار، خيارين، ثلاث خيارات. اول خيار عم بحكي لي نختار بيتا لاكتام، ولكن اي بيتا لاكتام؟ البيتا لاكتام اللي له انتي سودومونال افكت، يعني مش مثلا امبيسيلين، سوري لاموكسيسيلين بيتا لاكتام، يس بس ما له انتي سودومونال افكت. ايش هذا الاحمر ده؟ بس اي مره ثانيه، شو في بيتا لاكتام تعرفوهم؟ ايش حكينا بيتا لاكتامز؟ هاي هم موجودين في هذا الجدول، هذول كلهم بيتا لاكتامز. أموكسيسيلين، أموكسيكلاف، سيفبودوكسيم، سيفيوروكسيم، سيفترياكسون، يعني سيفالوسبورينز بيتا لاكتام، الكاربابينيمز بيتا لاكتام، البنسلينز بيتا لاكتام، هدول كلهم بيتا لاكتامز. بس من ضمن البيتا لاكتامز هدول كلهم في إشي بغطي سودوموناس وفي إشي ما بغطي سودوموناس. فإحنا كون أنا عندي سودوموناس بدي أختار البيتا لاكتام اللي لها أنتي سودومونال إفكت، وهما الآتي: وايبيراسيلين تازوباكتام هذا له أنتي سودومونال، سيفي بيم من السيفالوسبورينز إلو أنتي سودومونال، إمي بينم من الكاربابينمز إلو أنتي سودومونال، ميرو بينم من الكاربابينمز إلو أنتي سودومونال. يعني من كل البيتا لاكتامز اللي حكيناهم نختار واحد من هدول الأربعة. ليه؟ لأنه مش كل البيتا لاكتام إلهم أنتي سودومونال إفكت. حلو؟
طيب هاي اخترنا بيتا لاكتان فيها انتي سودومونس، هاي اول دواء، بدي دواء ثاني يغطي سودومونس زائد، هاي زائد، هاي زائد مهمه. سيبروفلوكس اور ليفوفلوكس، بطلنا نحكي ريسبيراتوري فلوروكوينيلون بهذا الخيار بالذات، فاختار الفلوروكوينيلون اللي لهم انتي سودومونال. ايش يعني معنى الحكي؟ يعني الجيم فلوكسسين ما له انتي سودومونال افكت، موكس فلوكسسين ما له انتي سودومونال، الليفو فلوكسسين له، السيبرو فلوكسسين له، تمام؟ فانا بدي ما دام بدي دبل كفر بدي دوايين كل انهم انتي سودومونال افكت. بيتا لاكتام اربع ادويه بختار منهم واحد، ومن الفلوروكوينيلون بختار يا ليفو يا سيبرو. هاي اول خيار، هذا خيار رقم واحد، وهذا خيار واحد قبل ما انت الى اثنين، خيار واحد واحد واضح. دكتورة ما بهتم اذا سيبروفلوكسسين لليو تي اي او لا، يعني بس انه لو زودومونال خلاص بدخله على العلاج. لا السؤال الثاني كنت اساله انا، انه حكينا السيبرو مش في اليو تي اي، احنا قلنا الاسبيراتوري فلوروكوينيلون اختاروهم لانه بوصل بين اف كونسنتريشن، لانه بغطي نوموكوكس ستريبتوكوكس نوم سيبتوكوكس نيموني، هذول الريسبيراتوري فلوروكوينيلون، تمام. هلا انت عندك بحاله هون السيدومونس، البيتا لاكتام اللي اخترناها بتغطي سيدومونس بغطي نوموكوكل، هاي واحد، فاحنا مش خايفين انه نوموكوكل تنظلم، سيبتوكوكس نيموني هاي مغطي اوريدي، هاي واحد. ثاني نقطه السيبروفلوكس لا يعني انه ما بيشتغل باللنج، يعني يمكن الليفو يوصل بانف كونسنتريشن اعلى، بس يمكن السيبرو يكون اقل، يوصل بمش في انف كونسنتريشن او الكونسنتريشن تبعه اقل شوي، بس لا يعني انه بيوصلش 100%. عشان هيك لما بنستخدم ريسبيراتوري فلوروكوينيلون لحالهم لا، بفضل اروح على الريسبيراتوري، بس هون كونه كومبينيشن حتى لو السيبرو اقل شوي في كسيب، انا عندي انتي سودومونال انتي نوموكوكل بيتا لاكتام، فالتنين بيدعموا بعض، تمام. هلا ريسبيراتوري فلوروكوينيلون لها دور تحت، يعني في لها بالخيارات بلاقيها تحت، بس اذا اخترنا بيتا لاكتام كومبينيشن مع فلوروكوينيلون بدي اختار سيبرو او ليبو، حتى لو كان السيبرو بيوصل بكونسنتريشن اقل من الريسبيراتوري فلوروكوينيلون، بس انا بستفيد منه انه عنده انتي سودومونس افكت. يعني انتم بدكم تفهموا نقطه انه مش بالمره بوصلش، ولا معنى انه بس يستخدم لليو تي اي، لا، يعني يمكن اذا بوصل ليفو بنسبة 90% هذا ممكن يوصل 70%، هاي 70 مقبولة في حالة ان انا عم بعطيه كومبينيشن، انا ما بعتمد عليه لحاله. واضحين؟ واضح نقطتي يا جماعة؟ هون السيبرو انا مش عم بعتمد عليه لحاله، انا بحطه مع كومبينيشن مع البيتا لاكتام اللي اوريدي، هاي البيتا لاكتام على فكرة هدول برود سبيكترم، لما انا نحكي بايبرسيلين تازوباكتام هذا كتير قوي وبرود سبيكترم، ميروبينم، إيميبينم، تاينام، تسمعوا التاينام، بايبراسيلين تازوسين، هذا فيري برود سبيكترم. فأنا ما حطت السيبرو والليفو مداعم للأصلي، لأنه الجدول بيقول لي بدي دبل كفر للسودومونس. طيب هاي خيار رقم واحد، خيار رقم اثنين، ذا أباف بيتا لاكتام اللي هم هدول، ذا أباف بيتا لاكتام زائد أمينو جلايكوسايد زائد أزيثروميسين. هاي البيتا لاكتام غطت لي سودومونس، هاي اول دواء، الامينو جلايكوسايد لهم برضه انتي سودومونال افكت، هدول بغطوا جرام نيجاتيف. شو في عندي امينو جلايكوسايد؟ هاي موجودين بهذا الجدول، جنتا مايسن توبرامايسن، يس جنتا وتوبرامايسن هو من الكومون امينو جلايكوسايد. هذا اذا صفى ايش؟ هذا تريبل، هاي البيتا لاكتام واحد، امينو جلايكوسايد اثنين، وازيثروميسن ثلاثة. اذا اخترتوا الخيار رقم اثنين لازم يكون ثلاث ادويه، بيتا لاكتام اللي بنختار واحد من الأربعة هدول اللي هم أنتي سودومونال إفكت، وبنضيف عليه أمينو جلايكوسايد وبنضيف عليه أزيثروميسين، إذا هذا الخيار رقم اثنين تريبل ثيرب. خيار رقم ثلاثة نفس اثنين، بيتا لاكتام أمينو جلايكوسايد بس بقيم أزيثروميسين وبحط ريسبيراتوري فلوروكوينيلون، هون بطل يفرق معاي، برجع ريسبيراتوري لأنهم تريبل ثيرابي، لانه انا الانتي سودومونال غطيتها من البيتا لاكتام ومن الامينو جلايكوسايد. الريسبيراتوري فلوروكوينيلون هون صفت اذا بدي انتي نوموكوكل، يعني انا بالاخير بدي اوازن، بدي ادويه تغطي ستريبتوكوكس نيموني اللي هي الاصليه، وبغطي الريسك اللي جاي من السودومونس.
استنى شوي يروح الغاز. هلا بصف عند الشباك بالضبط. فليش هون رجعت للريسبيراتوري فلوروكوينيلون حتى لو ما لهم مش انتي سيدومونال زي الجيم والموكسي؟ ليه؟ لانه الامينو جلايكوساد لها انتي سيدومونال والبيتا لاكتام لها انتي سيدومونال، فانا مأمني حالي بالسيدوموناس افكت كفر. فالريسبيراتوري جاي يدعم النوموكوكل. فباختصار اذا انا قلت لكم بالسؤال انه في سيدوموناس ريسك، انت حره نختار واحد او اثنين او ثلاثه سيميلر افيكاسي، يا بيتا لاكتام زائد ليفو اور سيبرو، هدول دوايين، او نختار ريجمن اللي فيهم ثلاث ادويه، بيتا لاكتام هذا ثابت، امينو جلايكوسايد ثابت، وبتشوفي يا بتضيفي ازيثرو او بتضيفي ريسبيراتوري فلوروكوينيلون. حلو يا جماعه الخير، مفهوم؟ طب انا ما جبت سيرتي سيدوموناس، بروح على هذا السلايد، بيتا لاكتام، ومن اي بيتا لاكتام بختار؟ من هدول موجودين بالبوكس، ايوه هدول تبعون النن اي سي يو، هدول اذا ما جبتش سيره السودوموناس بقول بيتا لاكتام زائد ازيثرو. من اي بيتا لاكتام؟ من هدول الاي في عادي، سيفتريكسون، سيفوتاكس، امبسيلين، سالباكتام، ارتبنا، زائد ازيثرو او زائد فلوروكوينولون. اذا هلا بالله يعني المفروض اذا انا بدي اسال اي سي يو وبعدين بدي اتفرع بدي اقول لك طب افرض اكتشفنا بعدين او هذا البيشنت يعتبر suspected to have pseudomonas infection، بقول لا ساعتها بدي اغير الريجيمن. البيتا لاكتام ما بينفع هدولاك، لازم اختار واحد من هدول، تمام؟ اذا ما اخذ مثلا ليفو من اول، لا بضل على الليفو او عسيبرو، يعني عندي يعني الريجيمن الجديد بتصير ضمن هدول الثلاثه، بيتا لاكتام زائد ليفو اور سيبرو، بيتا لاكتام امينو جلايكوسايد ازيثرو، وبيتا لاكتام امينو جلايكوسايد ريسبيراتوري فلوروكوينولون. طبعا اخر معلومه بحكي لك، اذا عندي بنسلين الرجي بشطب هاي بيتا لاكتام بيتا لاكتام بيتا لاكتام، بدها تنشطب، شو بدي ابدلها بازيتريونام؟ بصير هون ازيتريونام زائد سيبرو اور ليفو، ازيتريونام زائد امينو جلايكوسايد ازيثرومايسين، ازيتريونام زائد امينو جلايكوسايد ريسبيراتوري فلوروكوينولون، اذا عندي بنسلين الرجي. واضح يا جماعة الخير؟ هذا مهم، يعني أنا بقول لكم هذا جاي في الامتحان السؤال، اللي مش فاهمه يحكي لي من هسا. طيب إن شاء الله تكونوا فاهمين. عاد باجي بالامتحان، يعني أنا عم بغششكم هيني كيسة الامتحان. باجي بسؤال رقم 5 بقول لك افرض إنه المريض اكتشفنا إنه عنده ميرسا. مثلا طلعت بالكتشر انه عنده ميرسا كمان، بنضيف فانكومايسين اد، لاحظين؟ يعني افرض انا قلت لكم السؤال رقم 3 انه عنده سودومونس واخترتي هاي بيتا لاكتام زائد امينو جلايكوسان زائد ازيتر، هاي ثلاث ادويه، وقلت لك بالسؤال الرابع انه عنده ميرسا، بقول اللي بتضيفي فانكومايسين الرابع، يعني بصير ياخذ بيتا لاكتام وامينو جلايكوسان وازيثرومايسين وفانكومايسين، شايفين؟ بصير ماخذ اربع ادويه. بقول لكم الاي سي يو يعني وضع كثير خطير وكريتيكال، لانه الريسك للسبسيز عالي، والاي سي يو يعني زي ما بيحكوها الداخل فيها مفقود والطالع منها مولود. دائما الاي سي يو صراحه هاي مورتاليتي ريت، فممكن يوصل لمرحله جوا الاي سي يو بياخذ اربع ادويه، الاربع انتي بايوتكس، وهاي اسوأ حاله انه يكون عنده ميرسا ويكون عنده سودوموناس واوريدي وجاي داخل اللي بنوموكوكال سبتوكوكاس نيموني اللي هي الكاب. هاي اسوء حالي ان اعطي انا اربع مضادات حيويه، تخيلوا واحد من ضمنها هي برود سبيكترم، هاي البيتا لاكتام هاي برود سبيكترم، هذا كله لان انا خايف يصير عنده سبسز، وفي ناس بدخلوا بسبسز وبموتوا برغم كل هاي الانتي بايوتكس اللي معطينه اياها. واضح يا جماعه الاي سي يو قبل ما ادخل على الديوريشن اوف ثيرابي؟ طبعا الميرسا عندنا خيارين، يا فانكومايسين يا لاينزولايد، بس بالعاده هي الفانكومايسين نعطيها، بس هم اور يعني هاي او هاي فانكومايسين. اصلا جديد صار صارت بدل ما يكون ميرسا بصير عندنا فيرسا، كثر ما في ريزيستنس مثل سن ريزيستنس ستاف اوريوس، هاي الميرسا صارت فيرسا، يعني صارت فانكومايسين ريزيستنت
ستاف اوريسنس، يعني صار البانكوميسن ما يشتغل عليها، فبنعطي لاينزولايد. فريزيستنس يعني دخلنا يعني بالحيط منه صراحة، كثير في عنا ريزيستنت بكتيريا للأسف. في أي سؤال هسا؟ أنت إلا الديوريشن أوف ثيرابي. طيب يبدو إنه أموركم سالكة، نيجي على الديوريشن أوف ثيرابي. طيب الديوريشن أوف ثيرابي، نعم واللي بعلق المايك معي مش قادر اقول لك تمام او اوكي او اوكي ماشي. فالديوريشن اوف ثيرابي طبعا تعتمد على نوع النمونيا، انا بعالجه ان بيشنت ولا اوت بيشنت، هل المريض بس عنده نمونيا ولا جاي وعنده كل ديبيرو نمونيا عارين الفيل يا رأي. تخيلوا انتم لو عنده مثلا بالال سي يو وماخذ اربع ادويه وغير هدول ما أخذ أدوية الكيدني ديزيز وأدوية الهارت فيلير، إيه تكون مش تشوفوهم المرضى بالآي سي يو. وبيختلف كمان الديوريشن إذا دخل بسبسز أو ما دخلش بسبسز، وبدخل الديوريشن حسب الأنتيبيوتيك اللي يستخدم، كل أنتيبيوتيك إلي ديوريشن برضه. بس بدنا نحط بعين الاعتبار إنه ما نطول الثيرابي أزود من اللازم، لا هي أقصر من اللازم الديوريشن اوف ثيرابي ولا انها برضه تطول، لانه لما بيطول بياخذ انتيبايوتيك لفتره طويله. النورمال فلورا اللي جوا الجسم زي النورمال فلورا موجوده بالريسبيراتوري او بالجي اي او بالفاجينال تراكت او على السكين، هاي بصير تشينج، بصير فطريات. يس هاي هاليست فطريات بتطلع برضه، وكلوستريديوم ديفيسيل بصير عنده زي انفكشس دياريا. فالاستخدام الطويل للمضادات الحيويه بياثر سلبيا على النورمال فلورا الكويس اللي عندنا بالجسم، بيقضي عليها تمام. احنا ما بدنا نوصل لهي المرحله. برضه الاستخدام الطويل معناه توكسيسيتي، في سايد افكتس للانتي بايوتيك، في شيء اصلا دواء بيدينا من دون سايد افكتس؟ لا. فاذا اخذت انا مضاد حيوي لفتره اطول من اللازم برضه انا معرضه للتوكسيسيتي تبعته. وطبعا طبعا للكوست، يعني انا لما اخذ مضاد حيوي ل 10 ايام زي لما اخذه لشهر فهذا اكسترا كوست. فانا بدي اعطي مضاد حيوي بالفتره المطلوبه لا اطول ولا اقصر. طيب نيجي للديوريشن اوف ثيرابي. اذا انا عم بعالج مريضي اوت بيشنت، اذا انا قررت انه هو اوت بيشنت، الديوريشن اوف ثيرابي فور اول انتيبايوتيك هو 7 ل 10 ايام. 7 ل 10 ايام هي الديوريشن اوف ثيرابي، الا في حاله دوين بس 5 ايام. أزيثرو صرنا حافظين أغلب أصلاً دوزات الأزيثرو لهلا بالإنفكشن هي 5 أيام، حتى العلب تبعتها بيكون فيها 5 حبات أغلب التريد نيمز. أزيثرومايسين 5 أيام، ليفوفلوكساسين بالدوزة 750 بنعطى 5 أيام. مرة تانية إذا أنا عم بعالج مريض أوت بيشنت، نفرض أنا جبت لكم الكيس أوت بيشنت وعالجنا وكذا، بقول لك شو الديوريشن أوف ثيرابي؟ كم يوم بدك تعطي المضاد الحيوي؟ إذا هو أوت بيشنت بدي أشوف اوت بيشنت هو الديوريشن 7 ل 10 ايام، يعني 7 8 9 10 ايام عندي رينج حسب المريض قديش متجاوب، ان تحسن مش متحسن. في ناس بنوصلهم لل 10 عشان اتاكد انه اموره ممتازه، وفي ناس بلاقيه من 7 يوم اموره ممتازه خلص بوقف المضاد الحيوي على 7 يوم تمام. هل في اقل من هاي الديوريشن؟ نعم، في حالتين فقط، في حالتين فقط. ايش هم؟ هحط لكم اياهم هون نقطتين هيك يكون اوضح. اذا استخدمت ليفوفلوكساسين بدوزه 750، ايش في عندي دوزات للليفوفلوكس؟ في دوزات 500، يعني لو كانت الدوز 500 بالخيارات لازم يكون 7 ل 10 ايام. اذا دوزه 750 5 ايام بتكفي. يعني في شرطين للليفو. 750 للخمس ايام، 500 ملي جرام لا بده يرجع 7 ايام ل 10 ايام. تاني دواء بكفي 5 أيام هو الأزيثروميسين. Otherwise إذا أنا مش مستخدم لا هذا الدواء ولا هذا الدواء، افرض أنا مستخدمة دوكسيسايكلين بده يمشي 7 ل 10 أيام. افرض أنا مستخدمة جيمفلوكساسين بده يمشي 7 ل 10 أيام. مستخدم بيتا لاكتام زائد أزيثرو، الأزيثرو بتوقف على 5 أيام والبيتا لاكتام بتضلنا مكملين عليه 7 ل 10 أيام. أوكي يا جماعة؟ هذا الديوريشن اذا كان اوت بيشنت. طيب نيجي هلا للديوريشن تبع الان بيشنت. بالمنطق الان بيشنت بده يكون فيه تفصيلات.
الان بيشنت يعني الهوسبيتالايز سواء كان اي سي يو او نون اي سي يو. شوف على ايش بيعتمد. يعتمد الان بيشنت على البلد كلتشر. باي ذا واي لما بدخل مستشفى اي مريض بدخل النمونيا بدخل مستشفى بدي اعالجه ان بيشنت سواء اي سي يو او نون اي سي يو باخذ منه بلد كلتشر قبل ما ابلش اي مضاد حيوي لاتاكد انا انه ما عندي سبسس قبل ما ابلش اي مضاد حيوي. بنسميه بيز لاين كلتشر. اوكي اذا المريض هون بدنا نحكي الكلتشر بدنا ناخذ بيز لاين كلتشر كلتشر بيفور اني انتي بايوتيك يوز تمام then regularly. ايش يعني بصير يعني بعدين يعني انا دخلته مستشفى باخذ عين الكلتشر ببلش مضاد حيوي عين الكلتشر قبل المضاد الحيوي بعدين بعد يومين كل يومين بصير اخذ عينة بلد كلتشر بلد كلتشر بلد كلتشر عشان اتاكد انا قبل المضاد الحيوي مش اصلا مش جايين عنده كاب وعنده سبسس. يمكن في ناس داخل بالسبسس قبل ما يجينا على المستشفى اصلا بيكون طول على حاله فبدي اتاكد انه قبل ما ابلش مضاد حيوي ما عنده سبسس وبدي اتاكد انه طول ما هو بالمستشفى مش داخل بسبسس فبصير بيز لاين بلد كلتشر هي بلد انا عم بحكي مش ريسبيراتوري بلد بيز لاين بلد كلتشر بعدين بيفور الانتيبايوتيك بعدين بصير regularly نقول every 2 to 3 days بصير ياخذوا regularly عشان اتاكد انه هو كل ما هو بالمستشفى بلد كلتشر نيجاتيف 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 ما عندي ايش سبسس. هاي قاعده عامه. فاذا وانا في المستشفى اذا الكاب اللي هي احتاجت hospitalization شوفوا الجمله شو بتحكي the duration of therapy depends on whether the blood culture positive or negative. يعني اللي بيحددني قديش بدي اخذ المضاد الحيوي هو هل blood culture negative ولا positive. طيب اذا negative هاي بقول لك النيجاتيف blood cultures اذا كل ما باخذ blood culture عم بيطلع معي negative انا بالسيف سايد شوي يعني ما دخلتش بالسبسس then the duration is 7 ل 10 ايام تشبه الاوت بيشنت. اذا ما دخل بسبسس وهو بالهوسبيتال فهو الديوريشن 7 ل 10 ايام. تتذكروا احنا كمان قلنا بنفضل يطلع اليوم الخامس بضل في يومين او خمس ايام اكسترا بكملهم بالبيت صح؟ اذا بتتذكروا السايت تبع الهوسبيتال امتى يطلع. اذا مره ثانيه قديش يعتمد الديوريشن اوف ثيرابي اذا كان هوسبيتالايز هذا يعتمد على البلد كلتشر. اذا البلد كلتشر كل ما اخذ عينه دم اوديها على المختبر تطلع نيجاتيف 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 خلص انا الديوريشن اوف ثيرابي من اول ما بلش مضاد حيوي لمنه يوقفه 7 ل 10 ايام. من اول يوم اعطيت فيه مضاد حيوي بحسب 7 ل 10 ايام. امتى ما يطلع يطلع المهم هو بيكملهم بالبيت. افرض قعد ال 10 ايام في المستشفى خلص ما بطلع مضاد حيوي. اضطر لسبب او لاخر يقعد العشر ايام في المستشفى خلص ساعتها بروح بدون مضاد حيوي. نيجي هلا على البلد دكتور احكي بالنسبه للاي سي يو هذول بياخذوا اي في انجكشن فاذا كان اللي هو الاي سي يو اللي حكينا عندهم ريزيستنت اللي هي البستوموناس او هاي بيطلب المستشفى بالحاله لانه هدول الادويه ما فيش منهم الا ان جي الا اي في انجكشن. مش عارف السي في بيم فيش منه اي ام او اورال سي في بيم السي في بيم اللي هو لا ما في سي في بيم لا اتوقع سي في بيم والله يمكن فيه سي في بيم. ايش هو الاسم التجاري والله ما عارف هلا بشوف هلا هيثم من اللي عم بحكي انه اغلب المضادات الحيويه بالاي سي يو فيها اي في دوزج فورم. اوكي صح كلامه بس الامينو جلايكوسايد فيه مش اي في فيه اورال اي ام لا الجنتامايسين اي ام اي ام بزبط بس الجنتامايسين اورال بس البيتا لاكتام ما هي البيتا لاكتام اشوف سي في بيم ايش في تريد نيم هلا اذا انجكشن 1 جرام انجكشن هلا القاعده العامه اذا هيو سي في بيم اي في اي ام اي في اور اي ام يا اي في اور اي ام طب واللي اول
طب اذا كان في عندي اللي هي شو اسمه الميرسا او الفيرسا، بقول لك هاي القاعده العامه، اذا اي دواء اخترناه هو ما في منه اي ام اور اورال بتضل من المستشفى ياخده. اوكي. نعم نعم، اذا ما في بدائل خلص ضل من المستشفى، فيش عندنا حل اخر. هلا اذا في بدائل وبده يطلع بنطلعه، فيش بدائل لا بدك تضلك قاعد في المستشفى تاخذ المضاد الحيوي. تمام؟ يس تمام. طيب اذا اذا عندي نيجاتيف بلاد كلتشر معي 7 ل 10 ايام. هلا نيجي للقصه المشكله، اذا بوزيتيف، بوزيتيف يعني دخل بسبسز. بوزيتيف بلاد كلتشر معناها النمونيا سببت لي سبسز. يا ربي طب شو الحل؟ بضل ماشي على المضاد الحيوي اللي اخترناه، وبنضلنا نبعت عينات كلتشر كل يوم كل يوم كل يوم، نبعت عينة كلتشر عينة كلتشر عينة كلتشر. آخر عينة كلتشر بتبين إنها نيجاتيف معناها خلص السبسس. من عينة الكلتشر النيجاتيف بحسب بعدها أسبوعين وهو ياخذ المضاد الحيوي. يا سلام، يعني هذا اللي هون احتمال ضل شهر على المضاد الحيوي. مرة ثانية بالهوسبيتالايزد بيشن اغلبهم بيكون هدول اي سي يو، اذا اكتشفنا انه عينه البلاد كلتشر بوزيتيف يعني هذا البني ادم دخل سبسز رسمي، بضل ماشي على المضاد الحيوي اللي احنا اوريدي اخترنا له اياه، وبضلني ابعت عينه كلتشر على المختبر. طول ما هي عينه الكلتشر بوزيتيف بده يضل ماشي على المضاد الحيوي واوبن مفتوح المده عبين البلاد كلتشر يوصل مرحله نيجاتيف. اذا اي بلاد كلتشر لقطه كان نيجاتيف بحسب من اليوم اللي طلع فيه نيجاتيف بحسب اسبوعين. شو هم الاسبوعين؟ ضل ماشي على المضاد الحيوي عشان اتاكد انه ضل نيجاتيف على طول. وبرضه من اسبوعين بضلني اخذ عينه كلتشر ضلت نيجاتيف 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 نيجاتيف. بانتهاء الاسبوعين بقول له مع السلامه اطلع على البيت. اغلب المرضى بيموتوا بهاي المرحله، اغلب المرضى ما بيقدروا يقاوموا خصوصا اذا عنده كوموربيديتيز. إذا مرة تاني كل ما عينة الكلتشر بوزيتيف ضل ماشي على المضاد الحيوي، أول ما بتوصل نيجاتيف بحسب أسبوعين، هاي 2 weeks from the day blood culture first became negative، أول ما بتطلع نيجاتيف بحسب أسبوعين بعد النيجاتيف. بانتهاء الأسبوعين مع بعد النيجاتيف ساعتها بقدر أقول إنه عالجنا النمونيا وعالجنا السبسس. هاي الديوريشن اوف ثيرابي. حد عنده اي سؤال؟ في سلايدين بس بدي احكيهم عن الفاكسين كيف نعمل بريفنشن للنمونيا. ماما طيب بريفنشن كون الناس في ريسك يصير عندهم نمونيا سواء كان بالتشيلدرن. تخيلوا النمونيا بتقتل تقريبا 9 مليون تشيلدرن بأقل من 5 سنين each year، يعني رقم كتير يخوف. 9 مليون children عمرهم أقل من 5 سنين ممكن يموتوا كل سنة من النمونيا. 1.6 من الأدلت، يعني لاحظوا كمان لسه الأدلت لأنه عندهم شوية immunity، الصغار ما عندهم immunity بالمرة. ففكرت فكروا المين الجايدلاين، طب أنا بدل ما أوصل لمرحلة نمونيا وأشوف إذا تتعالج وكيف تتعالج، هل في مجال اصلا امنع النمونيا؟ هل في مجال امنع النمونيا؟ يس بالفاكسين. بقول لك هاي the global health burden of pneumonia be reduced by vaccine. ايش في عندي فاكسين؟ اهم فاكسين هو النموكوكال فاكسين. نموكوكال فاكسين عشان هيك طلعت ريكومنديشن كل ادلت فوق ال 65 لازم ياخذ نموكوكال فاكسين. اي واحد من عمر السنتين ل 64 سنه عشان نعطيه نوموكوكال فاكسين بده يكون عنده هيلث كير بروبلم زي هارت ديزيز، ليفر ديزيز، لنج ديزيز، رينال ديزيز، او بده يكون عنده كانسر وخصوصا هيتشكون ليمفوما مثلا مالتيبل مايلوما، يعني كانسرز معين. بس كل الكانسر كل الناس عندهم كانسر وعمرهم من سنتين ل 64 سنه لازم ياخذ نوموكوكال فاكسين. اي حدا ماشي على ميونو سبريسيف ايجنتس ستيرويدز اميونو سابريسيف ثيرابي راديشن مشان الكانسر، هذا كله بيأثر. اي شيء بيأثر على الاميونتي سواء كان ديزيز او درج بدنا نعطيهم النوموكوكال فاكسين. تمام. اي حدا عمره 19 ل 64 سنه وسموكر بده ياخذ نوموكوكال فاكسين. اي حدا عمره 19 و 64 سنه وعنده ازمه بده ياخذ النوموكوكال فاكسين.
اي حدا بيشتغل ريزيدنت يعني بيشتغلوا بالنيرسينج هوم يعني بدور الرعايه، لانه قلنا هاي دور الرعايه عباره عن موطن للريزيستنت بكتيريا، سواء كان للكبار للمسنين وللصغار اللي هم الحضانات. فهدول اللي بيشتغلوا جوا هاي دور الرعايه شو ذنبهم يعني؟ فلازم ياخذوا نوموكوك الفاكسين للي بيشتغلوا بالنيرسينج هوم ولونج تيرم كير فاسيلتي، يعني برضه الناس النيرسينج والاطباء اللي بيشتغلوا بالمستشفيات واللي بيتعاملوا دايركت مع المرضى اللي في معهم نمونيا، يعني لانه هذا انفكشن ديزيز، هذا شيء معدي، فلازم يكونوا ماخذين نوموكوك الفاكسين. والحلو فيه انه هو جرعه واحده دام انا عمري تحت ال 65، مش زي الانفلونزا. برضه الانفلونزا لها كرايتيريا ما يعني ادخلوا فيها، يعني في لها شروط بس مش للحفظ. بس برضه الانيوال انفلونزا فاكسين يفضل، بس احنا بنحكي النمونيا اغلبها ايش؟ هاي اول بيرسون ايج 6 مانث اور اولدر شود بي فاكسينيتد انيوالي، هم بنظرهم الجايد لاين. كل ما عملنا بريفنشن للنمونيا عن طريق الفاكسين بيكون الوضع يعني الريت اوف انفكشن بيقل. برضه باكدوا على نقطه البريست فيدنج، يعني انه الام كل ما كان في بريست فيدنج للبيبي معناه اخذ مناعه اكثر، معناه انه في ريسك للنمونيا اقل. تمام. برضه بنحاول نمنع يعني اللي حوالين اللي عنده نمونيا. طبعا اذا واحد طفل اثبت او حتى كبير انه عنده نمونيا اللي حواليه بالبيت بنحاول ان نحميهم من انه ينعدوا من النمونيا. هذا مين اللي عم بيحكي عن انه الوقايه، كيف الوقايه من النمونيا؟ مين بالفاكسين نوموكوكال اند انفلونزا فاكسين، وبين ان نحمي اللي حوالين الانفكتد بيرسون، وانه ناكد على البريست فيدنج خصوصا خلال اول 6 شهور من حياه البيبي. هيك بيكون شابتر النمونيا خلصناه، طول ما شاء الله، مش عارفه ليش هالقد طول.